تحية لك ميسون، تحية لمتابعي ومشاهدي صباح الرياضية. حلقتنا اليوم في المواجهة نرصد فيها سبب الإصابات المتكررة في ملعب الأمير محمد، حتى أن البعض أطلق عليه مقبرة اللاعبين. ما هي الأسباب هذه الإصابات؟ هل يتحملها اللاعب أم النادي أم الملعب أم أن هناك أسباب أخرى؟ للحديث وللمزيد سنفركم في هذا التقرير. ليس الملعب هو الأساس، لأنه هي أرضيات بتساعد على الزحلقة. هذا بيأثر نفسي على اللاعبين. الملعب الرش بالمي على الحبيبات، وكمية الحبيبات كانت فيها زيادة. مباراة أولى سوء أرضية الميدان تتسبب لي بغياب شهرين أو ثلاث أشهر. أنا بعتقد أنه من الأرضيات الجيل الرابع ومن الجيل الجيد جدا، بحيث أنه خضع لمواصفات فيفا، وفيفا قام بإجراء الفحوصات والمختبرات من خلال مختبراته ب 31/6 من هذا العام، وكذلك ب 1/7 بفحصين متتاليين، وحصل على درجة برو. والملعب اللي بيحصل على درجة برو بتكون معاييره بمواصفات أقرب إلى النجيل الطبيعي. غير لزوم أو من الغير المنطق أني أنا أبحث عن شماعة فيما يتعلق بالإصابة. ليس الملعب هو الأساس من وجهة نظري ومن خبرتي المتواضعة. قد يجوز يكون هناك إعداد اللاعب إعداد ضعيف، تحمل اللاعب تحمل ضعيف، وملعب الأمير محمد هو يعني هو نتاج للي أنا بصدد الحديث عنه. ملعب عمره الآن شهر ونص، الآن ما اكتمل من حيث محطاته الأخيرة، وهو بالمحطة الأخيرة فيما يتعلق الآن مطلوب منهم أجهزة برشر، مطلوب منهم أجهزة الخاصة بفرد الحبيبات المطاطية، وأمس وصلت هذه الأجهزة، أجهزة متطورة جدا بكل أمانة. هذا الملعب يلزمه فنيا، أنا الآن بحكي، يلزمه قبل إجراء المباراة بفرد الحبيبات المطاطية والإطمئنان على فردها، وبعد المباراة، قبل المباراة وبعد المباراة، حتى يبقى في جاهزية عالية. في ظل الظروف العادية يفترض أن يكون له 3 أيام، في ظروف المباريات المتتالية لازم يجب أن يكون بشكل يومي. يعني لما نروح على استاد عمان تلاقي نفسية اللاعب أكثر، لكن للأسف ملعب الزرقاء نفسية اللاعبين حتى في بعض اللاعبين بيكون يتمنى أنه ما يكون بالتشكيلة، وهذا أكبر خسارة للجهاز وللنادي. فأتمنى أنه ملعب الزرقاء بالوضع الحالي أنه ما يكون عليه مباريات. هلا ارضيات الترتان هي بتساعد على حدوث الاصابات، سواء كانت اصابات الرباط الصليبي او اصابات الانكل سبرين، التواء الكواحل، او حتى بتعمل احيانا لور باك بين، يعني بتعمل مشاكل باسفل الظهر. هلا احنا صايم ممكن بجوز نتدرب على ملاعب ترتان، بس بتعرف تمرينات اللاعب بياخذ حذره، ما بيعمل، ما في الاجواء التنافسيه مثل ما بتكون في المباريات، فاعتقد ممكن تكون هي احد الاسباب انه ملاعب الترتان في خلال المنافسات الرسميه وكذا اللاعب يعمل حركات بده ينافس اللاعب الخصم كذا، فبتحدث الاصابات. مثلا يعني احكي مثلا اللاعب فضل هيكل بنتمنى له الشفاء العاجل، يعني هو كان بالطابه مشتركه مع احد اللاعبين، اللاعب ما اصابه، هو نزل بحاول يعمل جنب على القدم حسب كلام اللاعب، يعني حتى نفسه بقول لك انا اجي يعني صار في انزلاق، يعني زحلقت نتيجه خلينا نحكي الكاوتشوك الاسود الموجود، يمكن ما في يعني مش متساوي متوزع في الملعب، وهذا ساعده على الانزلاق انه حدوث الاصابه اللي صارت له. وزي ما بتعرف كانت اصابه يعني بالركبه، تعرض لاصابه في الرباط الجانبي الانسي الام سي ال، وبرضه التواء في الاي سي ال في الرباط الامامي، ونتمنى له الشفاء العاجل طبعا. فاول شيء الارضيات بتختلف، يعني ارضيه الملعب العشبيه بتختلف عن ملعب الترتان، ارتداتها، السرعه، التسارع، الجامبينج اللي هو القفز، كل شيء بيختلف من الارضيه لارضيه، ونوع الحذاء اللي بيلبسه اللاعب كمان بيفرق، هذا شيء كثير مهم خلينا ناخذه بعين الاعتبار. اصابات عضليه بالبداية خلينا نحكي إنه نفرق بين الإصابات العضلية وإصابة الرباط الصليبي أو الإم سي إل أو الإن سي إل، وات إيفر اللي هو خلينا نحكي الإصابات اللي بتيجي مش بالعضلات. إصابة الرباط هي مش إصابة عضلية، تمام؟ وهي بتيجي من عدة عوامل مختلفة، واحدة منها الميكانيكية القفز أو الجمب أو الثبات على الأرضية. إذا كانت الأرضية مش متساوية وارتداداتها مش متساوية بتلعب دور كتير كبير في هاي الإصابة، تمام؟ المعد البدني وظيفته يهيئ اللاعب انه على جميع الارضيات، بس للاسف يعني ارضيه الملعب مش متساويه، تمام، مش صالحه للاعبين كانت خصوصا، يعني احنا بنعمل عمليه الاحماء. ثالث شيء والمهم كمان، الملعب الرش بالمي
على الحبيبات وكمية الحبيبات كانت فيها زيادة، وأتوقع الإداري نبه الإدارة الملعب وحكى لهم وحكينا كثير في هذا الملعب. قصص وحكايات عانى فيها اللاعبون مرارة الإصابة بتمزق أو قطع في الرباط الصليبي، وآخر هذه الإصابات كانت الوافد الجديد للنادي الفيصلي فضل هيكل الذي أصيب في ملعب الزرقاء في أولى جولات دوري المحترفين. شايفين الآن مباشرة يحاول الضغط على الفيصلي، محاولة استثمار هذه اللحظات الوقت بدل الضائع. أبو زمع تفضل هيكل، الله يعطيك العافية والحمد لله على السلامة. تحكينا عن شو طبيعة الإصابة اللي صارت على ملعب الأمير محمد في الجولة الأولى أمام المعادي؟ الله يعافيك والله يسلمك يا رب. يعني الحمد لله رب العالمين، إصابة يعني كبداية ما كنت حاسب الأحساب، لكن الحمد لله رب العالمين نصيب، وإن شاء الله أنه تكون خير علي والرجعة تكون أقوى. بالنسبة لملعب الأمير محمد الصراحة يعني كان سبب كبير في إصابتي. أنا ما بحكي إنه مثلا عم ألعب الأمير محمد، بحكي على أرضية الميدان كانت سبب كبير كثير في الإصابة. يمكن لو كانت المباراة على عشب طبيعي على نفس اللحظة اللي وقعت فيها يمكن كانت تفاديت سبب، يعني تفاديت كثير من الإصابة، بس أرضية الميدان والمطاط الأسود اللي كان في الملعب كان كثير عالي في المكان اللي أنا وقعت فيه، فما يعني رجلي صار فيها خلل على الأرض فسببت لي بإصابة كبيرة، والحمد لله رب العالمين أنا راضي وإن شاء الله رجعتي تكون أقوى على الملاعب بإذن الله. يقال أنه أحيانا اللاعب ممكن يتحمل مسؤولية أنه ما أخذ الإعداد الكافي أو أنه ما كان بالجاهزية البدنية قبل المباراة والتهيئة لمثل ملاعب الترتان خاصة ملعب الزرقاء. هسه هذا إشي صح، الإعداد إشي واللي صار معي أنا إشي ثاني، بالعكس الإعداد يعني الكابتن قيس معمر الكل بشهد له بالإعداد، ما قصر معنا بالمرة، كل اللاعبين روح اسألهم على الإعداد راح يحكوا لك يعني أنا جاهز 100% لأخوض المباريات الدوري، لكن اللي صار معي أنا ما له دخل بالإعداد، اللي صار معي الصراحة من سوء أرضية الميدان، هم بيحكوا إنها جديدة لكن أنا أتوقع كبالنسبة إلي وبالنسبة ل 90% من اللاعبين الله يبعد عنهم الإصابات يا رب ما بتناسب مباريات الرسمية، بيجي بحكي لك مثلا أنت بتتمرن على ترتان، بالنهاية أنا لما أتمرن على ترتان إذا بدي أشترك مع زميلي يكون 1% بدي أعمل له إصابة ويعمل لي إصابة أنا ببعد، لكن في المباريات اللاعب ما بيقدر يبعد، فبتصفي أنه نسبة الإصابات بتصير أعلى على ملاعب الترتان، فهذا إشي يعني زي ما بدي أرجع أحكي لك ما له دخل في الإعداد. يعني صراحة أنا بتمنى من وزارة الشباب، بتمنى من الاتحاد الأردني إنه ملاعب الترتان بشكل عام أمير محمد أي ملعب يكفوا النظر عنه، لأنه الصراحة إصابات باللاعبين بالجملة وفي قبل كثير إصابات أنهى مسيرتهم ملعب ترتان، فهذا إشي صراحة كثير كثير غلط، حرام مثلا يعني أنا كبداية جديدة طالع طلعة جديدة جاي على نادي الفيصل يعمل إشي كثير عنده طموح كثير، مباراة أولى سوء أرضية الميدان تتسبب لي بغياب 2 أو 3 أشهر، فبتمنى أنا من وزارة الشباب ومن الاتحاد الأردني يعني يكون في ملاعب أحسن، يعني إحنا وصيف بطل وصيف آسيا باعتبار كنظر الأردنيين إحنا بطل آسيا، فلازم يكون في اهتمام أكثر خاصة بالملاعب، وبس هاي هي رسالتي والله يبعد عن اللاعبين جميعهم الإصابات يا رب. هذا كل ما لدينا في تقرير المواجهة، إليك ميسون لاستكمال باقي فقرات صباح الرياضية.